شهر تقريبا كنت عامل حفله في الاوبرا، وغنيت 3 اغاني لفريد الاطرش. طبعا كانت الصاله طبعا على اخرها، فكانوا موجودين يعني القائمين على الجمعيه برضو اصروا في اليوم ده، لانه الاغاني اللي عملتها طبعا يعني عملت سكسي مش طبيعي على المسرح. فالمهم اصروا انه لازم يعملوا لي تكريم في الجمعيه، وظبطنا كده وان شاء الله بعد بكره.